من هذه المحطة التي تحمل اسم المناضل الشهيد علي بومنجل انطلقت قاطرة الذاكرة لتجوب محطات مترو الجزائر في إطار التظاهرات المخلدة لذكرى الفاتح من نوفمبر 54، لتكون فرصة لتكريس الثقافة التاريخية لدى المواطن الجزائري. قاطرة الذاكرة هي نقل مفهوم المتحف من مكانه إلى المواطن، معرض يتشكل من صور ومن وثائق تاريخية تتصل في مجملها بالثورة التحريرية المباركة. هذا المعرض الذي نهدف من ورائه إلى ذلك الوصال الأبدي بين الذاكرة وأجيال اليوم. التظاهرة التي شملت تنظيم معرض للصور والوثائق التاريخية وعرض أشرطة وأغاني ثورية كانت فرصة للاستماع إلى شهادات بعض ممن صنعوا تاريخ الثورة بالأمس ترسيخا للذاكرة الوطنية لدى جيل الشباب. La jeunesse de maintenant, nous on a donné ce qu'on pouvait donner pour l'Algérie. Donc on a souffert. شهدنا الشهداء ماتوا مجاهدين مساكين رانا رايحين واش باقي لنا؟ الوغ التاريخ واش نطلب لي جون سقسوا على التاريخ تاع جدودكم. الشبيبة تعرف الذاكرة نتاعنا وشنو هي الذاكرة نتاعنا. اليوم حنا رانا نقولوا للشبيبة هادية اليوم الجزائر هادية كيما حنا البارح عطينا النفس والنفيس عليها، اليوم هما يلزم لهم يقراوا باسكو عندهم الامكانيات، قال الامكانيات ويلزم لهم يردوا بالهم على الجزائر هذه. تظاهرة قاطرة الذاكرة التي ينظمها المتحف الوطني للمجاهد برعاية وزارة المجاهدين ستدوم إلى غاية 9 نوفمبر على مستوى مترو الجزائر.